إلى لعنصر من الجيش الجزائري أطلق رشاشه صوب 10 مدنيين. حدث ذلك غير بعيد عن المنطقة الحدودية بن خالد ضواحي العاصمة الشرقية. روبورتاج يونس ناصيري، تحرير حسن الحمادي. إصابة خطيرة تعرض لها رزق الله الصالحي تطلبت نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الفارابي بوجدة. كان ذلك على الساعة 2 من زوال يوم أمس السبت. الطاقم الطبي الساهر على علاج رزق الله وصف الحالة الصحية بالجد حرجة بعد تصويب الطلقات في اتجاه الوجه مباشرة. لقد وجدنا كسرا داخلي على مستوى الدماغ وكسر في الجهة اليسرى للفك، كما قمنا بخياطة جروح مختلفة بعد استخراج إحدى الشظايا المتبقية. فيما العملية الثانية همت العين، حيث قمنا بإزالة جسم غريب. حدث إطلاق النار في دوار ولاة صالح الحدود التابع إداريا للجماعة القروية بن خالد على بعد 30 كيلومتر شمال مدينة وجد، حيث أقدم عنصر من الجيش الجزائري على إطلاق 3 عيارات على 10 مواطنين مغاربة من بينهم رزق الله الصالحي. صيفطها الوالد غادي نحرفوا عندنا واحد القطعة ديال الأرض على جنب الحدود، في الحدود. صيفطوا الوالد خرج للعسكري ديالهم كوماساي تيرا 2 رصاص خطاه. ثالثة قاسو ضحية هذا السلوك غير المفهوم كما جاء في مؤتمر أمس هو شخص يقطن في دوار قريب من الشريط الحدودي في الوقت الذي يحظى فيه الأشخاص القاطنون في المناطق الحدودية في كافة بلدان العالم بمعاملة خاصة. حادث أمس ينضاف إلى حادث مماثل وقع في 17 فبراير الماضي عندما تم إطلاق النار ليس على الساكنة بل استهدف مراكز حرس الحدود المغربية. وإذا تصعيد غير مسبوق قررت الحكومة الرد عليه بحزم، والحزم اقتضى استدعاء سفير الجزائر بالرباط. يقول وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار أكد خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الغرض إبلاغ سفير الجزائر بالمغرب احتجاج المملكة واستياءها واستفساره حول هذا السلوك المؤسف الذي استهدف مغاربة مدنيين. وأضاف رئيس الدبلوماسي الأمر يتعلق بتصرف يمس بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وحسن الجوار.